النهاردة أول لقاء لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مع النقابات العامة في مصر فيما يخص الحوار الوطني. مهم جدا أن احنا يكون لينا لقاءات مع كل فئات المجتمع، نأكد للناس أن الحوار الوطني هو حوار لكل المصريين، ننقل للناس الرسالة الحقيقية اللي بينقلها الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الحوار الوطني مهم أن كل المصريين تشارك فيه. النقابات العامة لها دور كبير قوي في نقل الرسالة الحقيقية للناس، النقابات العامة لها تفاعل كبير مع الناس. نقابة النقل الجوي النهاردة بيشارك فيها مع النقابة العامة في 26 لجنة نقابية، بيكون معاهم حوالي 37 ألف عضو في أعضاء اللجنة. أكدنا النهاردة عليهم أن احنا ننقل الرسالة الصحيحة ليهم، مقترحات محترمة جدا ليهم، مقترحات ليها رؤية يعني قوية جدا في بناء الدولة المصرية. ده حاجة توصل صوتنا وألمنا ومشاكلنا بتاع قطاع الطيران في المجلس التشريعي. الخط الأولاني أو الخط الأول في دخول أي حد لمصر. أنا النهاردة لما يكون في حوار ده بيني وبين أي راجل، بيني وبين أي حد، لازم أنا أعرف إزاي أتكلم معاه. لو أنا النهاردة معرفتش، يبقى اللي داخلي كمان المعلومة عنده غلط.